أول لقاء رسمي ديال المجلس الوطني هو لقاء من أجل تقديم ميثاق أخلاقية المهنة. ميثاق أخلاقية المهنة اللي كيجيب إضافات جديدة بالنسبة لكل مهني لكل صحفي هنا في المغرب. مسؤوليته تجاه قلمه أولا، مسؤوليته تجاه المجتمع، مسؤوليته تجاه الخدمة الإعلامية ككل. فهو كتيب صغير لكن الدلالات ديالو كبيره وكبيره جدا. هذا اللقاء ما غاديش يكون اول لقاء طبعا، مازال المجلس غادي ينظم لقاءات اخرى، لقاءات توضيحيه ديال هذا الميثاق بكل نقطه على حده. طبعا لان اخلاقيه المهنه باش كتدخل لشي دار كتدق الباب ديالها او كتطرق الباب ديالها، فكذلك نفس الشيء بالنسبه لمهنه الصحافه. فقبل ما نولج لهذا المجال او قبل ما نشتغل في هذا المجال نطلع الكتيب او نطلع الاخلاقيات، يعني ما عليا شنو اللي خصني نحترمه وشنو حقوقي وواجباتي. فكنظن هذا هو اول باب طرقوا المجلس الوطني للصحافه، وكان يعني ناجح في هذا الباب اللي طرقوا اولا. طبعا فباسمي وباسم جميع عضوات المجلس الوطني للصحافه وباسمي وباسم جميع الصحفيين نتمنى نكونوا في المستوى المطلوب ونحترموا كل ابجديات هذا الميثاق ونشتغلوا عليه ونشتغلوا به، لما لا؟ نحن ككونفدرالية المغربية لنشر الصحف والإعلام الإلكتروني نتمن هذه المبادرة أو هذا اللقاء الذي نعتبره لقاء تأسيسي باعتباره أول نشاط رسمي للمجلس الوطني في إطار لقاء تواصلي منفتح على باقي الحساسيات والفعاليات الإعلامية وبما فيها كذلك التنظيمات المهنية. كذلك نتمن هذه المناسبة التي انعقد في هذا اللقاء باعتبارها جاءت مناسبة الوطنية لحرية الإعلام، كما أنه نتمين المقتضيات التي جاءت بها الميثاق ديال أخلاقية المهنة، كانت شاملة وعامة مركزة في بعض الأبواب وغير مترتبة بشكل جيد في بعض الأبواب الأخرى، ولكن عموما تبقى خطوة أولى جبارة تستحق التنويه والتشجيع. ما نلاحظه فقط هو أن هذه المواثيق الأخلاقية هي لا ترتبط بالزمن أو بالمكان، هي دائما والدة الحالة ووالدة الظروف والأحداث، وبالتالي فهي سيرورة تتغير حسب معطيات الزمن. كلما جد واستجد مجال الإعلام وسائل أو من الوسائل أو تقنيات من التقنيات الصحافة، وإلا نجد أنفسنا أمام معطى جديد، أمام الدعوة إلى إضافة بعض أو النظر في بعض السلوكيات المرتبطة بالمهنة لتضمينها داخل الميثاق أخلاقية المهنة. وبهذا المعنى يعني أن الميثاق هو ليس قرآني وليس ثابت، فهو متغير وربما سنشهد في المستقبل إضافة وتعديل بعض مقتضياته، خاصة نحن في الصحافة الإلكترونية نراه كان نوعا ما مقصرا في هذا الجانب وتحدث بشكل عام في الجانب الذي يناسب الصحافة الكلاسيكية بصفة عامة، أما الصحافة الإلكترونية ما زالت هناك بعض البنود أخرى التي نرى في المستقبل أنها ستتضمن من جملتها كما قلنا وهي الأخلاقيات ديال التكنولوجيا الرقمية. أول شيء يا أخي يجب أن تعرفها جيدا وأن الأخلاق دائما تكون أولا وبعدها تأتي التشريعات، باعتبار أن الأخلاق هي المنهل التي من خلالها يمكن أن نسطر تشريعاتنا داخل مجتمع ما. بالتالي فالنظر إلى الأخلاقيات كخطوة أولى أنا أعتبره هو الأساس، بل أكثر من هذا كان ربما يتم وضع ميثاق أخلاقي قبل وضع القانون الصحافة، ومن خلال الميثاق الأخلاقي ربما نستمد القانون ديال الصحافة أو المهنة، على اعتبار أن الأخلاقيات والمهنة هي جزء لا يتجزأ، فلا يمكن الحديث عن مهنة بدون أخلاق ولا أخلاقيات بدون تكوين مهني مبني على أسس ومقومات أساسية.